رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، ولو بتتذكروا التزامنا الاسبوعي معاكم والفقره القانونيه معانا استاذ ممدوح شيماني عبر الهاتف. السلام عليكم استاذ ممدوح، كيف احوالك؟ وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ مودة كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. الليله زمننا ماشي شديد عشان كذا ما حكثر كلام، انا هديك الفرصه مباشره تورينا الموقف في الزاويه القانونيه لصباح الثلاث. طيب حقيقة كل المشاهدين ركزوا في الرسائل بتاعت الواتساب على الإجارة الحكومية والتفاصيل وكده، بس أنا حبيت أوضح للمشاهدين كلهم أنه الأجرة الحكومية دي هو أجرة أو مدة بموجب القانون يمنح القانون المستأجر بعد انتهاء العقد. يعني أنت عامل عقد لمدة سنة، تبدأ بعده المدة الحكومية اللي هي 7 سنوات، فأنت لازم الشرط الأول أنك تكون عندك عقد ينتهي فترته بعد سنة مثلا. لو ما عندك عقد لازم يكون تقتدي المستأجر اخطار كتابي تقول له يا اخي انا والله خلاص الاجرة الاتفاقية انتهت بتاعتي بيني وبينك، بعديها مباشرة تبدأ الاجرة الحكمية. فالاجرة الحكمية بتستمر بنفس الشروط بتاعت العقد او الاتفاق، سواء 10% سواء يشفط ولا ماخذ البير والسايفون، التفاصيل اللي بتبقوا عليها صعبة المستأجرين. صعبة يا أستاذ ممدوح، صعبة بجد صعبة. ما هي أنت عارفة يا أستاذ مودة، حقيقة أنا كنت برضو كان رأيي كده زمان، لكن حقيقة يا أستاذ مودة عندك نظرة معينة لما تعينيها للمستأجر. لما كل سنة يرحل من بيت لبيت 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 بأولاده، أول حاجة من ناحية اجتماعية بيكونوا عندهم قصور اجتماعي، بيكون عندهم قصور دراسي من ترقلات المدرسة. وطالما الزول المؤجر صاحب الملك عنده طريقة إنه يستمر في الأجرة، ما عنده حوجة ماسة لإسترداد الأجرة دي، المؤجر المستأجر يظل مستمتع بالإيجار إلى حين انتهاء فترة 7 سنوات دي. أولاده بكون كبروا، أولاده بكون هو يا أستاذ ممدوح يعني أسرة المستأجر ذاتها تلقى الاستطيع، لكن بالضبط. فكرة يعني إحساس إنه أنت يكون تحس إنه في منازعة، خلينا نقول صح التعبير، بين المالك وما بين المستأجر. صح هو حقيقة أستاذ مودة من حق المؤجر صاحب البيت يقول له والله يا أخي أنا والله خلاص ما أقدر أجر البيت ده تاني، أطلع لي. وعنده فقرة في القانون في المادة 11 من قانون إيجار المباني 91، بيمشي من حقه يلجأ للمحكمة يقول يا مولانا أنا داير المستأجر ده يطلع لي، أنا محتاج البيت ده لأولادي، أو محتاج لبنتي، محتاج لولدي، محتاج للعمل بأي صورة من الصور زي دي. فأنت عندك حق إنك تكسر استمرار الفترة الحكمية دي، هي ما فترة حتى لو المستأجر أخلى بالتزاماته، لا هي فترة بموجب القانون تسمح له بالاستمتاع طالما ما أخلى بأي حاجة من شروط العقد. تمام، دي الفهم البسيط فيها يا أستاذة مودة. طيب تاني حول، شو كانت الأسئلة أكثر حاجة؟ الحاجة والله هي كلها اتركزت على، أنا بحيي المشاهدين عبرك لأنه كلهم ركزوا على الأجرة الحكمية وتفاصيلها، وبس كانوا دارين يفهموا يعني شنو الأجرة الحكمية. وأنا أعتقد في الفترة الوجيزة دي شرحت عليهم بالمعنى ده، لكن يا أخواننا لازم تنتبهوا، سواء عقد محامي أو عقد اتفاق كتابة بينك وبينه أو عقد شفاهي، لازم تكتب في العقد إن الفترة الاتفاقية تبدأ فترة كذا وتنتهي بتاريخ كذا، عشان القانون طوالي يديك الفترة الحكمية دي بتبدأ طوالي بعد نهاية الاتفاق الكتابي. تمام، مفهوم، بينك وبين المستأجر. مفهوم. طب احنا في الاسبوع الجاي يعني انا ما اعرف حنواصل يا ماني في نفس قانون الايجارات ولا ممكن ننتقل والله لموضوع والله انا ما اعرف شايف في المواضيع. والله انا بعد اذنك انت وبعد اذن الاستاذ ماني، حقيقه لسه في اشكاليه في ايجار المباني، وكل المحاكم الان بتحفل بها، اللي هي برضو حاجه اسمها استرداد الحيازه بتاعت العين المستاجره للحوجه الماسه. الحوجه الماسه دي برضو فيها كلام كثير واشكاليات كثيره، ممكن اقترح مبدئيا الحلقه الجايه نواصلها بعدين ننتقل لفرع ثاني لو انت حبيت. ان شاء الله تحت امرك، احنا اكيد خلاص كده تكون اتفقنا حنواصل. الله يكرمك استاذ مودة، مرحبا بكم، مرحبا بالمشاهدين، كثر خيرك. الله يكرمك، شكرا جزيلا.